طيب انا كنت عايزه احكي حاجه بخصوص السيده اللي اتصلت ماجده وقالت جوزها مسافر في دوله عربيه وكده. تجربه شخصيه، احنا كنا 4 بنات وابويا راح سافر السعوديه وقعد 4 سنين في السعوديه وكان بيكبر، وكان في الثمانينات يعني مثلا مرتب كان شيء يعني بدا يتحط على اول الطريق، نزل اجازه يعني بمرتب ضخم جدا، نزل اجازه فبيحط ايده على مامتي، فاختي قامت ضربه على ايده، كانت صغنونه عندها سنه ونص، امنيه اختي قامت ضربه على ايده وزقاه على اساس ان هو حد غريب بيحط غريب ايده على جاي. مامتها، فهو ما استحملش الموضوع ده وقرر ان هو يقعد بعد 4 سنين يقعد، يعني هو مهندس نعم. طبعا حضرتك مثلا بتقارن في سنه حاجه 84 مثلا، ما اعرفش مرتب مهندس مثلا 400 جنيه ساعتها، هو كان بياخد مثلا في السعوديه كان بياخد 8000 جنيه مثلا 8000 ريال مثلا، او 8000 يعني ريال كان طبعا حاجه في الوقت كده. ده. فقرر انه معلش انا مش هقدر اسيب بناتي وهنزل اقعد. ما جبناش المرسيدس وما جبناش العمارات اللي مش عارفه ايه وما بنيناش حاجه وما عملناش حاجه، بس احنا اتبنينا نفسيا واتملينا بشحنه عاطفيه عايشين عليها طول العمر وبننزلها لاولادنا، وطلعنا اسوياء وطلعنا ما عندناش يعني نقص في فكره انه وعملنا وجبنا يعني اشتغلنا وربنا فتح علينا من وسع احنا بعد كده، هو بقى سعيد ان احنا حواليه ولما مات كنا احنا حواليه. ويعني ففكرة انه مش كل حاجة ان احنا نبني العمارة، ساعتها كان كل الناس حوالينا بيبنوا في العمارات وبيعملوا مش عارفة بيجيبوا الشاليهات في الساحل وبيجيبوا، واحنا مجبناش كل ده. نعم. بس الحقيقة ان احنا ممتنين جدا ان هو عمل كده وان احنا اتربينا العيشة السوية دي.